بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاه واتم التسليم وبعد ايها الاخوه المشاهدين والاخوات المشاهدات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من هنا من مكه نزلت رحمات الله سبحانه وتعالى بارسال نبينا صلى الله عليه وسلم رحمه لكافه الناس وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ارسله الله سبحانه وتعالى بشيرا ونذيرا ومذكرا وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون انزل الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القران من هنا من مكه انزل عليه هذا القران كتاب هدى وهدايه وشفاء ورحمه يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين نزل الوحي جبريل على نبينا صلى الله عليه وسلم بالقران الكريم فالله سبحانه وتعالى علم نبينا صلى الله عليه وسلم هذا القران وامره بحسن الاستماع والانصات وعدم العجله قال الله سبحانه ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما وقال في سوره القيامه لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه اي في صدرك يعني استمع الى الملك عندما يتلو هذا القرآن وانصت لتلاوة الملك فإذا انتهى الملك جبريل من تلاوة القرآن فابدأ أنت واشرع في تلاوة القرآن هذا الأدب الرباني الذي أدبه الله سبحانه وتعالى وعلمه نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي يحتاجه المسلم هو الذي يحتاجه المؤمن يحتاج لحسن الاستماع والانصات لهذا القران حتى يدخل في القفي قلبه لان القران الكريم نور القران الكريم روح وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم فطريق الهدايه طريق الهدايه وبدايه الهدايه هو الاستماع والانصات لهذا القرآن. قال الله سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. هذا في الصلاة وفي خطبة الجمعة وفي غير ذلك على المؤمن أن يستمع لتلاوة القرآن. لذلك حتى الجن عندما استمعوا للقرآن الكريم تأثروا واهتدوا مباشرة قال الله سبحانه في سورة الأحقاف وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا استمعوا وأنصتوا لتلاوة القرآن لذلك تعجبوا وجاء في أول سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا هذا القرآن هو الهدى، قال الله سبحانه وتعالى على لسانهم في هذه السوره: وأن لما سمعنا الهدى آمنا به" مباشرة وقع الايمان في قلوبهم، "وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بقسم ولا رهقا" هذا القرآن ايها الاخوه والاخوات له تأثير عجيب حتى لغير المسلم ووقع هذا الامر لكبار صناديد قريش امثال ابا سفيان وابا جهل والاخنس بن شريق واستمعوا مره للنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي بالليل وجلسوا قريبا من بيته يستمعون لتلاوته عليه الصلاه والسلام فاخذ كل واحد منهم مجلسا واستمع حتى الفجر حتى صلاه الفجر ثم تفرقوا بعد ذلك واجتمعوا في الطريق فتلاوموا تعجب بعضهم من بعض تلاوموا فقال بعضهم لبعض لا يراكم سفهاءكم حتى لا يقع شيء في نفوسهم ويتاثروا بصنيعكم ثم تعاهدوا الا يعودوا مره اخرى لسماع واستماع القران الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم وفي اليوم وفي الليله الثانيه اجتمعوا مره ثانيه واخذ كل واحد منهم مجلسا وجلس فيه يستمع لتلاوه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا طلع الفجر اجتمعوا في طريق عودتهم ثم تلاوموا مره اخرى وتعاهدوا الا يعودوا وفي الليله الثالثه ايضا اجتمعوا وفعلوا مثل صنيعهم ثم بعد ذلك تلاوموا واخذوا العهد الا يرجعوا لاستماع للاستماع لتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة في هذه القصة يتبين لنا أن القرآن الكريم له تأثير عجيب في نفوس سامعيه حتى الذين لم يدخلوا في الإسلام فما بالكم إذا كان هذا القرآن يؤثر في نفوس غير المسلم ما بالكم اذا استمع اليه المسلم فكيف سيكون تاثير القران على قلبه وفي ايامنا هذه لاحظنا وسمعنا وشاهدنا وراينا تاثير القران الكريم على غير المسلمين عندما استمعوا لبعض مقاطع القران الكريم من تلاوات طيبه مباركه من افواه القراء الكرام كيف تاثروا وكلهم يجمعون وكلهم يجمعون على ان هذا الكلام لا يفهمونه لكن له تاثير عجيب على قلوبهم له طمانينه له سكينه وصدق الله سبحانه وتعالى الا بذكر الله تطمئن القلوب الا بذكر الله تطمئن القلوب فاذا القران الكريم فيه غذاء للروح فيه غذاء للجسد لانه شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء هذا القرآن الكريم غذاء للعقل لذلك الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات يحثنا على التأمل والتفكر والنظر أولم ينظروا أو لم يتفكروا أفلم ينظر أو لم ينظر كل هذه الآيات تدعونا إلى التأمل والتفكر حتى يكون القرآن له تأثير فالقرآن الكثير فالقرآن الكريم فالقرآن الكريم غذاء للروح غذاء للعقل غذاء للبدن. هذا القرآن الكريم يحتاج من كل قارئ عندما يستمع لتلاوته ان يتدبره. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر اولو الالباب. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها؟ افلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ما هو التدبر ايها الاخوه والاخوات؟ التدبر هو كما ذكر اهل اللغه هو النظر في عواقب الاشياء والامور التي تؤول اليها، مآلات الاشياء ونهايات الاشياء، وهو بالمعنى الاصطلاحي النظر والتامل في كتاب الله سبحانه وتعالى ومعرفه دلالات القران وما يريد الله منا سبحانه وتعالى في هذا الكتاب. وما يلزم ذلك من اثر ايماني وعلمي وعملي فاذا استمعت لتلاوه القران الكريم لا بد ان تخرج بامور ثلاثه يكون هذا القران له تاثير على ايمانك تزداد به ايمانا وتزداد به علما ثم يعقب ذلك العمل فاذا فعلت هذه الامور الثلاثه تدبرت هذا القران ووجدت اثر هذا القران ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد <applause>